هتعرف ان شاء الله في الفيديو القصير المهم ده ازاي تحظى بتجربة تصفح سلسة وآمنة دون ظهور الاعلانات المزعجة او النوافذ الاعلانية اللي بتظهر نتيجة الضغط على اي مكان في الصفحة او الضغط على رابط ما. طيب انت هتستفيد ايه لما تمنع نهائيا ظهور النوافذ الاعلانية؟ هتستفيد الاتي: منع تعقب نشاطك التصفحي، الحفاظ على باقة الانترنت بتاعتك من الاستهلاك السريع، ثالثا الحفاظ على جهازك، بياناتك، حساباتك، ملفاتك من الاختراق او السرقة ومن فيروس الفدية المشهور اللي بيشفر ملفاتك ومن بقية الفيروسات اللي ممكن تتلف ملفاتك. الاستفادة الرابعة والاخيرة: سهولة وسلاسة وسرعة التصفح او الانتقال من رابط لاخر او من صفحة لاخرى. انك ما بتشغلش بالك بغلق النوافذ اللي ممكن تظهر كل شوية، لان اللي احنا هنعمله ان شاء الله في الفيديو ده هيخليها تغلق من تلقاء نفسها واحنا بنتصفح. هنفتح المتصفح ونكتب brave.com وندوس على download brave، وهنعرف ليه متصفح brave تحديدا. بعد لما حملنا الملف نشغله ونسيبه يحمل ملفات المتصفح، فانا هسرع الخطوة دي شوية. كده خلاص هو حمل ملفات المتصفح وبيسطبها. ليه متصفح بريف تحديدا؟ لانه مدمج فيه مانع اعلانات قوي جدا ومانع تعقب قوي جدا اللي هو ده بريف شيلد. دي احصائيات المتصفح من اول لما سطبته لحد دلوقتي: منع 247825 اعلان ويتعقب، وفر عليا من الباقه 8 جيجا و310 ميجا، وفر عليا في التصفح 3 ساعات و40 دقيقة، يعني هو بيحمل الصفحات أسرع من بقية المتصفحات، فوفر عليا في سرعة التصفح 3 ساعات و40 دقيقة. زي ما قلت لك إن بريف فيه جدار حماية قوي جدا، فهنجرب نخش على موقع ما ونشوف التغير اللي هيحصل عند بريف شيلد. مكتوب هنا 4، يعني منع عنك 4 تعقبات. بعد لما سطبنا بريف نروح هنا كده اكستنشنز وننزل عند ويب ستور وننزل الأداة دي pop up blocker ونختار اللي هي دي strict ونضيفها للمتصفح. أنا عشان ضفتها فمش محتاج إني أنا أضيفها تاني. بعد لما ضفنا الأداة للمتصفح اللي هي pop up blocker strict اللي هي دي، دوس عليها كليك شمال وأتأكد إنها منورة كده عشان تبقى اتفعلت. ونروح على أي موقع من المواقع المشهورة بكثرة الإعلانات. هجرب أدوس كليك شمال على أي مكان في الصفحة. الأداة بتقولك إن كان في نافذة عاوزه تظهر بس هي وقفتها. واحد دي معناها انها منعت ظهور نافذه اعلانيه. هدوس على ديناي. واحد هنا عند بريف شيلد يعني كان في تعقب هيحصل بس هو منعه.